النهارده القضاء الإداري بيؤجل استشكال الجبلية ل 24 ابريل. القضاء الإداري انتوا عارفين ان اتحكم بالحل على اتحاد الكرة، وادي فيديو من الجلسة. انتوا عارفين اتحاد كان بالحل وقدم اتحاد الكرة تقريبا استشكالين او يعني حتتي يعني استشكال قضاء اتحاد الكرة ضد الحكم حل مجلس إدارة اليوم 24. ممكن اتحاد الكرة قدم استشكالين ضد حكم الحل الاول في القضاء الإداري والثاني في المحكمة الإدارية العليا، وكانت محكمة القضاء الإداري قررت حل مجلس إدارة برئاسة جمال علام يوم 27 مارس الماضي. النهارده تأجل الحكم في الاستشكال